ازيكم يا جماعة نرجو تكونوا بخير نستنى بس لما شوية ناس تيجي كده عشان نبدأ مع بعض ان شاء الله الصوت كويس في اي حاجة محتاجين نظبطها الصوت معقول ممكن بس تكون فرموا ان الصوت كويس كله سامع دلوقتي <مسيَة> الاول بس دي الحلقة الاخيرة من اه اساسيات ريادة الاعمال او الاي ليرنينج <مش Brazilian> اللي احتضنته رايز اب فانا بس كنت عايز ابدأ الموضوع بان انا اشكر كل الناس وكل رواد الاعمال وال والناس اللي اشتغلت معانا سواء فريق رايز اب من قياده عبد الحميد شراره وشريف وحبيبه والمجموعه كلها بالكامل وعلي المجموعه اللي اشتغلت اللي اشتغلت على الكريكلم وعلى المنهج ده وهم اللي عملوا المنهج بالكامل وهم اللي وضبوا كل حاجه انا بس كنت كتبت ستاتس وقلت ان يا ريت نعمل نستغل القعده في البيت ان احنا نعمل كورس انتربرينور شيب 101 اساسيات رياده الاعمال وهم احتضنوا الفكره وبعدين الفريق بتاع كاش كاوز دعمني بان ان هو ان عثمان بدران وطارق فهيم دخلوا برضو عملوا حلقات وطبعا بشكر الجميع اللي دخل عشان ما انساش حد محمد حسام خضر ويوسف العراقي و علام وطارق فهيم وعثمان بطران وإسلام شوقي وهاني سليمان وكل الناس اللي ساهمت معانا وطبعا امير شريف برضو لان انا تعبت جدا عشان اقنع امير شريف انه يطلع لايف كانش عايز يطلع لايف بس الحمد لله يعني وعمل لايف رائع جدا على البرودكت مانجمنت بصراحه امير قوي جدا في في الحته دي فاحنا النهارده الحلقه الاخيره من برنامج أساسيات رياده الاعمال اللي كان مجمله 14 حلقه انا كان ليا الشرف ان انا كنت الحلقه الافتتاحيه والحلقه الختاميه وقدمنا حوالي تقريبا 14 او اكتر 15 ساعه يمكن لما نخلص النهارده ان شاء الله من المحتوى كسرنا 600 وشويه الف مشاهده فعلى محتوى زي ده تعليمي اظن ان ده رقم كبير جدا هو مش تهريج ولا هو حاجات اللي هي رقص وبتاع فعاده ومش اغنيه فان رقم ان محتوى تعليمي يوصل لرقم زي ده بالنسبه لي حاجه مبشره جدا للجيل الموجود والجيل اللي طالع والجيل اللي قبلنا على نقل العلم وان احنا كلنا بنحاول نستفيد من بعض ونتعلم. النهارده هتكلم على الكالتشر او الثقافه بتاعت الشركات وازاي تخلق شركه مستدامه وشركه مكمله وشركه بتعيش مده طويله جدا. فاول حاجه عايز اقولها ان موضوع الثقافه والكالتشر ده مش شورت يعني ايه يعني ما ينفعش تقول انا هعمل شركه ثقافتها كويسه الاسبوع الجاي مثلا مفيش حاجه اسمها كده انت عشان تخلق ثقافه كويسه او كالتشر كويسه بتاخد سنين وممكن اكتر ممكن توصل ل 10 سنين لغايه ما تظبط ثقافه الشركه بتاعتك ليه لان هو استثمار طويل المدى بيبدا من الشخص نفسه او الاشخاص نفسها اللي هم الفاوندرز او بتوع الشركه اللي هم بيبقى كانهم الاهل بتوع الشركه تخيل كده ان الفاوندرز دول او الفاوندينج تيم هم دول الاهل اللي بيربوا الشركه دي تخيل ان هي الشركه دي طفل صغير او مجموعه اطفال صغيرين لو هي مجموعه شركات صغيره وهم اللي بيربوها فما ينفعش مره واحده تقول ايه الكالتشر بقت حلوه لا بتاخد وقت وبتاخد مجهود وصعبه جدا وعلى و و المستوى القريب بتبقى بتبطأ النمو وتبطأ المكسر السريع فخليني ابدا كده ابسط لكم المواضيع انت اكيد في الشغل في ناس بتحب تشتغل معاها وناس بتحب تشتغل معاها في شركتك وفي شركات ثانيه صح يعني اول ما بقول انت بتحب تشتغل مع مين انت بيجي في دماغك ناس كده اه انا ما بحبش اشتغل مع الناس دي وفي ناس اقول لك انت تحب تشتغل مع مين اه بحب اشتغل مع الناس دي ممكن اثنين في نفس الشركه واحد فيهم تحب تشتغل معاه واحد لا اللي بتحب تشتغل معاه او بتحب تكلمه دي الثقافة بتاعة الشركة او ده بيحمل الثقافة اللي انت عايزها واللي انت بتحبش تكلمه ده بيحمل ثقافة اخرى مش معناها انها حلوة او وحشة معناها بس ان انت مش كلتشر فت للتعامل معاه وبالتالي للتعامل مع الشركة اللي فيها اغلبيتها مجموعة الاشخاص دي فمين اللي انت بتكلمه تبقى مبسوط ومين اللي انت بتكلمه تبقى متضايق والله يا بالبساطة دي يعني فاول حاجه انا هنصح بشويه حاجات ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط ولكن دي اللي انا اتعلمتها من الشركات اللي انا اشتغلت فيها وشفت انها من اسباب النجاح اول حاجه المصداقيه الاونستي والمصداقيه ان انت تبقى واضح وعندك وضوح ومصداقيه مع المكان اللي انت شغال فيه بمعنى ايه انت غلطت تروح تقول اه انا غلطت في واحد 2 3 اربعة ما يبقاش فارق لك ان انت تقول انك غلطت ان حد هيمشيك فالمصداقيه او الاونستي اظن انها من اهم الحاجات الصفات اللي موجوده والصراحه والصدق مهمه جدا 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 بالنسبه لي في ان انت تخلق ثقافه شركه مستدامه الحاجه التانية هي ان انت يبقى عندك انتجريتي او ان انت تبقى يعني اللي انت بتقوله وبتعمله واللي انت بتلتزم بيه بتعمله لان الحته دي مهمه او ان انت يبقى عندك ان لما يتقال انت كشخص انت وانت بشخص بتتكلم باسم شركه خلاص انت وافقت ان انت تنضم الفريق يبقى انت هتشتغل مع, الف... مع الفريق ده يبقى انت واحد من الفرقه دي طول ما انت واحد من الفرقه دي يبقى انت لازم تقدر ان انت تحتمل المسؤوليه بتاعتها وان انت اللي تقوله لازم تكون بتعمله الحاجه اللي كمان مهمه قوي هي التيم او ان انت تشتغلوا كفريق يعني تبقى عارف ان لا الحته دي بتاعت الراجل ده او بتاع الست دي او بتاع الاستاذ ده او بتاع الاستاذه دي فانا هسيبه هو يعملها ولما تجيلي هديها له مش هحاول اخدها منه او هحاول اثبت ان انا اشطر منه لان في الاول وفي الاخر اللي بيفشل فريق واللي بينجح فريق مش شخص مفيش شخص بينجح لوحده غير لو انت فنان او مغني او انت ممثل بس لو انت شركه مكونه من مجموعه من ادمين التيم مهمة مهم جدا 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 فوق ما تتخيل الحاجه الاخيره هي انك تبقى كاستمر سنتريك مركز على زبونك زبونك ده ايا كان هو مين يعني يعني الفكر كان زمان مبني على الفانل اللي انت بت 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 من فوق لتحت بتفضل تقل تقل لغايه ما تروح للزبون، الفكره دلوقتي بقى اكتر تورد الفلاي ويل اللي هي ان كله بيلف حوالين الزبون والزبون ده هو في النص، الزبون ده ممكن يبقى زبون تيليكوم اوبريتر حد ما عنده خط فودافون، ممكن يبقى زبون مثلا حد ليه دعوه بياخد خدمه او بياخد منتج ممكن يبقى زبون مثلا حاجة بيشتري لبس بيشتري نظارة ايفر وممكن يبقى بيشاركك الخدمة لو انت شارينج ايكونومي او حاجة زي كده فمهم جدا ان انت تبقى كاستمر سنتريك ومركز مع الزبون وعارف الزبون ده عايز ايه وعارف الزبون ده رايح فين وعارف كل حاجة عنه وبتسمع له ويوليسن وبتتعدل نفسك معاه الحاجه كمان اللي انا عايز اتكلم عليها مهمه جدا في ثقافات الشركات هي الكوميونيكيشن الاوفر كوميونيكيشن، هنتكلم مع بعض. يعني انا بعرف على طول ان شركة هتبتدي تقع اول ما الاقي واحد يقول لي ايه؟ لا لا بص بقى انا سيلز وهو ماركتينج بس انا مش عايز اتكلم ماليش فيه. اول ما بسمع الكلمه دي بعرف ان دي بدايه النهايه او ان الشركه دي هتبتدي تلق قريب. فالمهم جدا إن يبقى في كوميونيكيشن كويس جدا، انا بتكلم على الستارت ابس عشان في ناس هتخش من corporate world هت هت, هت... متعودة على البوليتكس والحاجات دي أنا ما يعني بتكلم على الستارت ابس الشركات الصغيرة والناشئة. ف ده مش المفروض يبقى موجود في أي شركة ناشئة إن اتنين يبقوا مش عارفين يتكلموا مع بعض. لا لو أنتوا مش عارفين تتكلموا مع بعض فضوا الشركة. لأن أنتوا طول ما أنتوا بتتكلموش مع بعض مش هتعرفوا تفكروا مع بعض مش هيتخلق كونفليكتس مفيدة ما الكونفليكتس المفيدة دي إن أنا أقول مثلا لا خلي اللوجو رمادي وأنت تقول خلي اللوجو أخضر وحد تاني يقول خلي اللوجو أزرق. في الاخر هنتفق على الحاجه الصح لكن لو انا قلت رمادي كله اه قال اه, آه يلا رمادي يلا رمادي وكلنا بنطبل لبعض مش هتروح في حته فالكونفليكت المفيد ده بيبقى ناتج عن الكوميونيكيشن الهيلثي المقبول اللي هو فيه ان احنا بنقبل آه راي بعض وبنقبل آه حاجه بعض وبعدين تعالوا نفكر كده في الاولويات انت لم تفكر من في الاولويات ايه اولويه الشركه الاول وبعدين اولويه الاداره اللي انت فيها بعدين اولويه الفريق بعدين شخصك مش العكس يعني لما تيجي تفكر ما تقولش ايه اه انا عشان اترقى في الشركة انا محتاجة ادي كتفل ده وخزوة ده واشتم في ده و... لا الفكر ده في ستارتابس ما ينفعش ليه لان العدد صغير في كوربريت دي حاجة لها سنين كتير وتحتمل الخناق وتحتمل الخلاف وتحتمل البوليتكس الاوفيس بوليتكس في ابس لا يحتمل ذلك انا بكلمكم من الاخر يعني او من اللي انا شفته فلازم يبقى في انك مصلحة الشركة الاول خالص حتى لو انت هتتأذي كشخص وبعدين مصلحه الاداره بتاعتك وبعدين مصلحه التيم بتاعك وبعدين مصلحتك الترتيب ده بيخلق كالتشر مهمه جدا او ثقافه شركه مهمه جدا وهي ان كلنا واحد ما تلاقيش واحد بيخرج لبره وبيشتغل لنفسه او او كلنا بنشتغل على حاجه واحده واللي عايز اقوله برضو ان ان الموضوع ملوش دعوه بالفلوس يعني ممكن تلاقي شركه غنيه جدا وعندها فلوس كتير جدا وعندها اسيتس كتير وي وي بس الكالتشر فيها الثقافه بتاعت الشركه مش حلو انت مش بتحب تشتغل فيها تسمع كلمه على طول ايه لا بلاش دي لا بلاش دي الكلمه دي مهمه قوي لا بلاش دي كلمه مهمه قوي ليه لانها بتخلي الكالبرز الكويسه تنفر منك وتخلي الكالبرز الكويسه مش عايزه تنضم للفريق فلازم تبقى عارف انها ملهاش دعوه بالفلوس اللي انا بتكلم فيه النهارده ماليش دعوه بالفاندنج ملوش دعوه بحجم الشركه ملوش دعوه بالاسيتس المملوكه، ملوش دعوه حتى بالقطاع بتاع الشركه. انا بتكلم على ثقافه الشركه. اللي هو ممكن شركه كبيره تبقى ثقافتها وحشه او الكالتشر بتاعها وحش، وممكن شركه صغيره تبقى الكالتشر بتاعها ممتازه جدا. آه كمان شويه هدي اكزامبلز، وفي بعض الناس ممكن تتضايق مني، ولكن انا آه هحاول اوصلها بصوره دبلوماسيه قد ما اقدر وبعدين بعد كده في حاجه تانية آه بتفرق قوي اللي هي الباشن او الـ 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 الشغف بتاع البني ادم. يعني انا مثلا في كريم كنت بلاقي ان مدثر وماجنس الفاوندرز بتوع كريم بيعيدوا نفس القصه بتاعه كريم لما طلعت كل يوم تقول يا ربي هو الناس دي ما بتزهقش انا قعدت سنتين وشويه معاهم كل يوم اسمعهم في كول او في برزنتيشن او في اي حاجه بيعيدوا نفس القصه بدات ازاي ويقعدوا يقولوها 40 دقيقه مثلا بنفس الباشن قول يا ربي الناس دي ما بتزهقش ازاي كده الباشن ده مهم قوي ولازم يبقى كاسكيدد ل... لكل الناس انها تقدر تحكي القصه دي over and اوفر اجان كل شويه يقدر يحكي نفس القصه بتاعت الشركه دي كل شويه من غير ما يحس ان هو زهقان او لا انا هشيل حته او ليه؟ لانه عنده باشن عنده موتيفيشن عنده اصرار عنده شايف حاجه كبيره اكبر من مشكله النهارده هو النهارده عنده مشكله ولكن هت... هتبقى هتعدي عشان هو شايف حاجه في البعيد بتخليه يحتمل الـ الـ الحته دي. معلش انا شايف اسئله كتير ولكن اكتبوا الاسئله وانا هرد على الاسئله في الاخر بعد ما اخلص كل الكلام. الحاجه كمان المهمه قوي هي ان الناس تبقى قلبها كويس، يعني بصراحه يعني مش تنميه بشريه ولا جبر خواطر والكلام ده بس انا بتكلم بجد ان الناس تبقى قلبها كويس، يعني ايه قلبها كويس يعني عندها الاساسيات يعني ما بتكدبش ما بتخزوقش ما بتعملش مشاكل بين الناس مش بتباد ماوث بعض مش بتشتم في بعض. مش بتحاول تقزم من شغل حد تاني مش بتحاول تاخد الكريدت بتاع حد تاني بالعكس حكوت خالد بشاره هنا كان يقولك السي او او السي ليفلز زي مدرب زي مدرب الفريق يقول ده جاب جون وده رفع الكوره وده شاط وده عمل ما يقولش انا جريت وانا جبت جون ولا لا شطاره الفاوندرز او شطاره التوب ليفل ان هو يظهر التالنت اللي عنده فالتالنت ده كمان شويه يبقي توب ليفل يعني والا يبقى ما فيش سبب اصلا للناس جت فمهم قوي ان الناس يبقى قلبها كويس والناس تبقى عايزه تفيد بعض مش 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 صاحي الصبح بتدور على هضرب السكينه ازاي لا انا انا صاحي الصبح بشوف انا هفيد الشركه ازاي وانا هفيد زميلي ده ازاي او زميلتي دي ازاي وهفيد الفريق ازاي وهرجع تاني اقولها اهم حاجه في الاولويه اولويه الشركه في في اول حاجه وبعدين اولويه الاداره بعدين اولويه الفريق بعدين اولويه الشخص هاجي في حته حساسه شويه وهي الناس اللي بترتشي في الاخر يعني في بعض الناس في بعض الشركات بيقول لك لا انا مش هدي لك الشغلانه دي غير لو خدت حاجه اول ما بلاقي دي بعرف على طول ان في مشكله في الدي ان اي بتاع الشركه في مشكله في المصداقيه ليه لان دي بتخلق دايما كلتشر او ثقافه بتاعه الانا انا هستفاد ايه مش الشركه هتستفاد ايه وبعدين الاداره وبعدين الفريق وبعدين الشخص لا قلب الايه بقى هو هياخد فلوس ممكن يمرر حاجه غلط ولما يمرر حاجه غلط هيضر الفريق بتاعه لان الفريق بتاعه هيطلع في السوق سمعه ان هو بالبلدي بيتعشى يعني او بيتكرمش له وبعدين ال... الف... الاداره نفسها هتعرف عنها كده وبعدين الشركه كلها هيبقى معروف اه يا عم ده بياخدوا قرشين ويعدوها فالثقافة فال... الغلط في ان انت بتاخد فلوس عشان تعمل حاجة مش صح ومش في مصلحة الشركة بتخلق انهيار للثقافة كلها لأن الناس هتعرف إن أنت بتاخد فلوس والفريق بتاعك هيعرف إنك بتاخد فلوس والشركة هتعرف إنك بتاخد فلوس فهينتهي بيك الحال إن أنت راجل بياخد فلوس عشان يمرر حاجات ضد مصلحة الشركة فدي ثقافة غلط جدا 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 وأنا ضدها جدا ولما بلاقي حد في الفريق عندي عم الحمد لله عمرها ما حصلت يعني بس لو بشك في حد بروح اتكلم معاه اقول له يا باشا لو انت هتاخد فلوس عشان تمرر حاجه معانا يا انت هتمشي انا همشي ولكن انا ما بعرفش اشتغل في كده فالانتجريتي والاونستي المصداقيه والاخلاص وان احنا نتعامل كفريق ونحط المصالح من فوق لتحت مهمه جدا 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 الحاجه كمان اللي عايز اقولها ان اول كام واحد بيتعينوا بيفرقوا قوي ليه يعني خليني ادي مثالين بسرعه احنا مثلا في حالا اول شخص انا رحت عشان ينضم للفريق كان ادهم مذكور رحت لادهم وقلت له ادهم انا بنعمل ديليفري وعايزين حد معانا يشيل الموضوع اول يوم نزل ادهم نزل وقف في كنتاكي بينده على الطيارين ادهم ده متخرج من الجيو سي انا جايبه كان دايركتور في المكان قبل ما يجي لنا متعلم قوي جدا وقف على الارض ينده للطيارين عشان يجوا ياخدوا الاوردرات بتاعته فدي طبعا حاجه كانت بالنسبه لي مبهره ان واحد عنده 30 سنة متخرج من جامعة انترناشنال مش محتاج يعمل كده ولكن هو عشان هو مؤمن بالفكر ومؤمن بالفكرة اللي احنا قلناها وعنده الشغف عليها لا هو هيعمل دي وهينزل وهيشتغل بإيده وهيشمر ومش هيقول أصل ومش أصل فمهم قوي ان اول كام واحد يبقوا شبه الشركة قوي لان دول الفاوندينج تيم كنت بتكلم مع بلال مغربل برضو من اسبوع قال لي ان هو بيعتبر اول عشرة اشتغلوا معاه في مكسب دول الفاوندنج تيم ودي كانت كلمه عجبتني جدا ولأن هو كلامه صح الناس دي اللي بتبني مفيش فيش فاوندر بيبني لوحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه لازم مجموعه فالفاوندنج تيم مهمه واختيارهم مهم قوي واختيارهم لازم يبقى مبني على الاخلاق قبل ما يبقى مبني على التالنت لان التالنت مهما كان اشطر واحد في الدنيا لو هو اخلاقه مش كويسه هيضرك لو ما النهارده هيضرك بكره لو ما بكره هيضرك بعد لكن لو هو اخلاقه كويسه هيتعلم وهيبقى محترم وهيبقى كل حاجه في حاجه برضو مهمه جدا وهي ان الناس تبقى بتركز في الارقام يعني انا مثلا بتضايق جدا لو حد جالي قال لي عايزين نعمل الشغلانه دي قلت له بكام قال لي ما اعرفش خلاص هو كده بالنسبه لي هيز نوت كلتشر فيت ليه لازم اعرف ارقامه لازم اعرف هجيب كام او عنده فكره يعني طبعا دي كلها اكسبكتيشنز ويبقى عارف هتخسر قد ايه، هتكسب قد ايه، يبقى عامل البيزنس كيس بتاعته قبل ما يفكر فيها يبقى حاسبها. قبل ما يفكر فيها يبقى حاسبها. مهم قوي، فالاناليتكس والنمبرز دريفن تيم من اهم الثقافات اللي بتبقى موجوده في الشركه الناجحه بشكل عام. يعني. خليني برضه اقول قصه سريعه، في ناس كتير ممكن تبقى عارفاها اير بي ام بي في الاول لما كانوا محتاجين فلوس اير بي ام بي لما كانوا محتاجين فلوس في الاول نزلوا باعوا سيريال اللي هو زي الكورن فليكس ده بتاع اوباما وماكين اللي هم كانوا نازلين ضد بعض في امريكا يعني. وعملوا على حد ما انا فاكر تقريبا حاجه زي 40 الف دولار او حاجه زي كده من بيع السيريال ده رغم ان اير بي ام بي دي بتاعت هوتيل بوكينج ولا مش روم بوكينج سوري سبيس بوكينج او ايفر لكن هم عشان احتاجوا فلوس فنزلوا عملوا حاجه بره خالص وحطوا الفلوس في الشركه فالشركه في كملت، حد تاني كان ممكن يقول لك ايه اه يا عم انا اروح اعمل المصلحه دي من بره واعمل موضوع السيريال ده واخد الفلوس دي واتجوز بيها ولا وات لكن هم فكروا في شركه، ليه؟ لانها اتس لونج تيرم انفستمنت، النهارده السهم بتاع اير بي ام بي بكام؟ وهم بقوا ورث قد ايه؟ فليه عمل ليه؟ لان هم الكالتشر بتاعتهم سمحت لهم ان هم يروحوا يعملوا شغلانه وياخدوا الفلوس دي يحطوها في الشركه فالشركه ما تموتش، والنهارده بقت اير بي ام بي، وعلى فكره في النص آه، روكت انترنت كانوا عملوا شركه كلون لاير بي بي يعني زي اير بي ام بي وكان معاهم تمويل اكتر منهم بكتير، اظن كان معاهم 90 مليون دولار وار بي ام بي كان معاهم سبعه، الشركه بتاعت روكت انترنت قفلت وار بي ام بي النهارده كبيره يعني، طبعا بسبب الكورونا عندهم ازمات بس بتكلم ان جنرال يعني. ليه؟ لان الكالتشر بتاعتها كويسه. الكالتشر كويسه، والكالتشر الثقافه معموله صح. والثقافه مبنيه بطرق مظبوطه والثقافه هي اللي بتعمل الفيجن اللي بعد كده بيتبني عليه كل البلانز والحاجات دي كلها وبعدين عايز اقول برضو حاجه قاسيه شويه بس سامحوني يعني في بعض الشركات في الستارت ابس بيبقى الفاوندر عنده ايجو غريب او الفاوندرز عندهم ايجو غريب يعني تقعد تتكلم معاه يقولك يا عم انت مش فاهم حاجه وبتاع وتفرج انا هعمل ايه ده اتيتيود في رايي كلتشر غلط جدا مش عشان حاجه بس عشان اسمع ممكن الراجل اللي جاي يقول لك كلمه ده او نصيحه تبقى هي اللي تخليك تروح للطريق الصح حتى لو اصغر منك اكبر منك متعلم اقل متعلم اكتر من حته تانية وات ايفر اسمع يعني الكالتشر بتاع التفاخر غلط احنا النهارده ممكن تبقى حالا شركه كويسه الحمد لله في السوق وكده ممكن السنه الجايه تبقى مش موجوده اصلا وممكن السنه الجايه تبقى اكبر دي بتاعت في ايد ربنا احنا بنسعى وفي الاخر ده بتاع ربنا فمهم جدا ان انت تبقى متواضع وبسيط وسهل وما عندكش عقد وما تتنططش على حد مهما كان هو مين ممكن يبقى اصغر منك وعنده فكره احسن منك مفيش مش مشكله يعني. الحاجه كمان المهمه قوي البوش اب مانجمنت اللي هي من تحت لفوق بمعنى ايه الراجل بتاع جوجاك نديم مكارم كان مره دخل معانا كل فقال لنا كلمه اثرت فيا قوي قال احنا بناخد الافكار بتاعتنا كلها من الفرونت لاينز اللي هما بيتعاملوا مع السائقين او الزباين ليه لان الناس دي هي اللي شايفه دي اللي ماسكه النبض مش الراجل اللي قاعد في المكتب في دور عالي هو اللي عارف لا اللي شايف هو الراجل اللي على الارض اللي عنده الفكره الصح اللي بيسمع للزبون اللي عارف الزبون عايز ايه يعني انا لما كنت في اول مره خدت تريننج في العربي كنت في قسم الشكاوي كنت بسمع الشكاوي فببقى عارف ببقى عايز اقول للناس يا جماعه التلفزيون ده فيه المشكله الفلانيه او المروحه فيها المشكله الفلانيه انا بسمع للزبون كذلك الراجل اللي في الفرع بتاع حالا مثلا في سوهاج اللي هو بيتعامل مع السائق ما هو ده الراجل اكتر واحد عارف السواق عايز ايه مش انا وكذلك الراجل اللي قاعد راجل السائق بتاع الدليفري اللي بيوصل الاكل للناس في البيت هو عارف الزبون بيتضايق من ايه وبيقرا ايه وكل حاجه مش احنا فلو ما سمعناش للفرونت لاين صح وعملنا بوش اب مانجمنت يعني من تحت لفوق والصفوف الاماميه هي اللي بتقول المشكله فين فتطلع للاعلى للاعلى وتوصل صح عمرنا ما هنحسن البرودكت بتاعنا لو انا باخد قرار الصبح على على مزاج انا اقول اه ده ممكن يبقى السواق زعلان من ان هو بيقبض كل ثلاثة ايام يقبض كل اسبوع احسن انا هعرف منين إيه. انا بقى بهرج يعني لازم الراجل اللي بيقبض السواق في ايده او بيتعامل مع السواق يبقى عارف ان السواق ده عايز كذا فيقول للمدير ويقول لمديره ويقول لي وانا اقول لمديري او اقول لمجلس الاداره اخدت الاوكي هننفذ اللي السواق عايزه وكذلك العميل دي مهمه جدا 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 ان انت تسمع وتسمع من الـ من الشانلز الصح وتطلع من تحت لفوق وليس من فوق لتحت طيب هاخد اخر حاجه وبعدين هروح للاسئله عشان النهارده حابب اكون في اسئله اكتر لان الحلقه الاولانيه ما لحقتش اخد اخد اسئله كتير فهاخد اخر حاجه وهي الفيجن لازم الشركه يبقى عندها شويه اسس يعني اول ما الفاوندرز كده يعملوا شركه او اول ما الفاوندنج تيم يعمل شركه لازم يقعدوا مع بعض ويتفقوا على شويه اسس ايا كان هي ايه ممكن تبقى ترانسبيرنسي او الشفافيه ممكن تبقى الوضوح ممكن تبقى الارقام ممكن تبقى اي حاجه يتفقوا على خمس ست اسس واول ما يقعدوا مع حد في انترفيو لازم يقولوهم له وفي سؤال اتسال لي مره في انترفيو عجبني جدا الراجل قال لي لو انت فاضل لك سنه في عمرك هتاخد الشغلانه دي قلت له ما اعرفش ليه لان انا فعلا كنت رايح الانترفيو مش عارف انا عايز اخش ولا لا مش فارقه معايا لكن لو انا كنت قتيل على الشركه دي وقلت له اه كان غالبا خدني وما خدنيش يعني. فمهم جدا ان انت تبقى عندك الباشن ده وتبقى شايف ده وتبقى متفق مع اسس الشركه اللي بيبقوا ست سبع نقط خمس نقط ايا كان هم دول اللي احنا هنمشي وراهم كلنا هم دول اللي احنا كلنا هنسعى اليهم زي في كريم مثلا كان مدثر بيقول وي want تو بيلد ان اورجانيزيشن ذات inspires يعني عايزين نبني كيان الناس تـ تـ يلهم الناس وفعلا حصل احنا كتير جدا مننا عملنا شركات بسبب اللي احنا اتعلمناه في كريم واللي احنا اتعلمناه من مدرسة شخصيا ومن ناس من ناس شخصيه. كل حد بيبقى ليه مدير نخله مثلا في حاله مهمه عنده جدا الشفافيه والترانسبيرنسي بنغلط بنروح نقول احنا غلطنا. بنعمل بنروح نقول احنا عمل عادي بوضوح مهم الترانسبيرنسي جدا كل شخص بيبقى مهم عنده جدا حاجه او حاجتين لازم ناخد الحاجات دي وننفذها. لو انت عايز تبقى جزء من الشركه بتاعة الشخص او الشخصين او الثلاثه او العشره دول مهم جدا احمد محسن مثلا السي تي او في حلب بيهتم جدا ان الناس تبقى مبسوطه جدا ويقعد يكلمني يقول لي نجات يكلم الناس وتاكد ان الحاجة حاجه هتروح لهم وتاكد ان الترانسبورتيشن الاونس مظبوط وتاكد ليه هو بالنسبه له سعاده الناس او الكوليج هابينس ده اهم حاجه عنده وهو فعلا بيطلعوا برودكت وبيشتغلوا في الويك اندز وبيطلع عينيهم من اسبابها ان الناس راضيه لان هي مبسوطه هو بيركز ان هو إن الناس تبقى مبسوطه فكل شخص له فكر معين وله طريقة معينة في الإدارة لازم يتأكد أن كل الفريق اللي معاه متفق على الفكر ده وماشي مع الفكر المستدام أو الثقافة المستدامة للشركة اللي هو فيها اللي هي ممكن الشخص يمشي والثقافة ايه تكمل طيب هناخد شوية أسئلة لو الناس عايزة تبتدي تسأل أه... طيب ريت يا جماعة اللي عنده سؤال يكتبه على طول عشان نبتدي نجاوب شايف ناس كتير من حالا هنا منورين يا جماعه طيب في حد احمد مدحت عمر بيتكلم على الكرايسيس مانجمنت بص يا احمد انا مش احسن واحد في الكرايسيس مانجمنت في ناس اشطر مني بكتير في الكرايسيس مانجمنت ولكن انا هقول لك ان اهم حاجه بالنسبه لي او شايفها دلوقتي في موضوع الكورونا احنا الحمد لله بفضل الله طلعنا ثلاثه برودكتس جداد اثناء الكورونا ثلاث منتجات جداد خالص عملوا لونش في الشهر ونص دول من اسباب ان ده حصل ان التيم بيفكر في الحلول ما يفكرش في المشاكل يعني اه عندنا قطاع اتاثر لا تعالى نعمل قطاع تاني يعوضه فانا بشوف ان من اهم العوامل في كرايسيس مانجمنت ان انت تبقى بتبص على بعد كده ان باذن الله الكرايسيس هتعدي بعد بعد ما تعدي بقى اول حاجه عايز تبقى من اللي هيعدوا وبعدين بعد ما تعدي عايز تبقى احسن تبقى احسن في ايه فالفكر البرو اكتف ده بيبقى مطلوب ومحبوب جدا شكرا ابراهيم والله ربنا يخليك ممكن نسجل لايف اللايف بيبقى متسجل وموجود على بيج رايز اب يعني وال14 حلقه كلهم موجودين نشكر رايز اب على المجهود الرائع يعني وبينزل على اليوتيوب تاني يوم هل تقدر تعمل نفس المحاضره باللغه الانجليزيه والله يعني ماشي بس مش هنا لان الطلب على العربي هو اكتر والناس واحنا في مصر يعني فلما بيطلب بعمل حاضر تحت امرك التعامل مع الموظف القوي لك المحرك الاساسي ليه الفلوس انا غير مقتنع بده خالص يا ابراهيم لو انا النهارده جيت لك يا ابراهيم وقلت لك انا هدي لك 10 مرات اللي انت بتاخده بس كل يوم هعملك وحش وكل يوم هتتبهدل وكل يوم هتحس انك ممكن تمشي بكره وكل يوم هعمل اللي انت مش عايزه مش هتقدر تكمل مهما انت بتاخد فلوس عامله زي مش هتقدر تكمل يعني اه كلنا بنحب الفلوس مفيش حد انها وسيله مهمه جدا طبعا وليست غايه يعني. ولكن انا مش مقتنع بكده احنا لسه في حد منضم الفريق حالا بمرتب اقل من مرتبه وكان في شركه كويسه جدا ليه عشان هو شايف ان احنا ناس محترمين فانا مش معاك في دي بصراحه يعني او يعني مش ده الفكر اللي انا بفكر فيه الفلوس مهمه جدا وفلوس هتيجي لما الشركه هتنجح فالفلوس هتتوزع على الناس كلها لان احنا كل معظم الناس اللي معانا عندهم ستوكس او عندهم اسهم او عندهم بونس ففي الحالتين هيتوزع لهم الفلوس فمش مهم الفلوس لان الشركه لو نجحت هتبقى الفلوس كده كده هتيجي طبعا بس كل واحد لازم ياخد حقه بس مش هي دي العامل الاساسي. طيب آه ريهام رفعت ثقافه كل فرد داخل الشركه يدي انطباع عن الشركه طبعا يعني انا النهارده كنت بتكلم مع حد الصبح من احدى الشركات لقيت اسلوبه محترم جدا كسفني كان عندي مشكله مع الشركه كسفني بطريقته قلت والله الناس دي يعني زي الفل يعني احب اشوف مين اللي ورا البرودكت ده احمد فارس في شركات كبيرة بالأخص فاملي بيزنس بيوصلوا للقمة وبيخلقوا سوق كبير جدا ما كان بيحصل سيت باك زي وفاة المؤسس أو تقاعده. مرعب مع تغيير الإدارة وتغيير الفكر شكليا تدني مرعب في التنافس والفكر ثم تراجع الأرقام وتراجع في السوق آه مع العلم إن صاحب المال ممكن يبقى معاه ناس كتير جدا كويسة وشغالة بباشن لكن سياسة الإدارة خلقت بيئة غير تنافسية بص أنا ما اشتغلتش فاميلي بيزنس أوي ولكن في بعض أصدقائي شفت عندهم حاجات شبه اللي انت بتقوله هي الستارت ابس مختلفه في ايه على الفاميلي بزنس الستارت ابس ما لهاش صاحب ستارت ابس فيها مجموعه فاوندرز او كو فاوندرز مؤسسين او فريق تاسسي والفريق ده بياخد تمويل من بعض الصناديق او بعض الاشخاص ففي الاخر ما لهاش صاحب يعني كريم دي ما لهاش صاحب مثلا ما ينفعش تقول صاحب كريم الفاميلي بزنس تلاقي واحد عنده 98% من الشركه او 99% من الشركه فليش في شخص فالفاميلي بيزنس مختلفه شويه ولكن انا رايي ان الطريقه الافضل لان الفاميلي بيزنس تعيش ده رايي انا يعني بسيط ان هما يستثمروا في ستارت في نفس القطاع يعني بتوع اللوجيستكس يستثمروا في ستارت ابس لوجيستكس بتوع الهيلث كير يستثمروا في ستارت ابس هيلث كير ليه بقول كده؟ عشان ولادهم لو ما حبوش يشتغلوا في الفاميلي بيزنس دي بس عايزين يبقوا في نفس القطاع يشتغلوا في الستارت ابس دي او يبقوا جزء منها. يعني ده رايي انه حل امثل للموضوع، لان الشركات مهما كان عمرها اكيد هيحصل لها ديكلاين يعني احنا بنشوف شركات كانت جدا في السبعينات النهارده مش موجوده والعكس فاكيد هيحصل لها ديكلاين ففكره التوارث بتاع الشركات انا شايف انه بيتغير خالص بالذات اليومين دول لان في ستارت ابس اتعملت انا كنت قاعد مع حد في احدى القطاعات ابن ابن اخو الست اللي كنت قاعد معاها دخل آآ كوفاوندر في ستارت اب في نفس القطاع الستارت اب اللي في نفس القطاع دي في سنه ونص بقت اغلى من الشركه نفسها بتاعه الخال او الخاله فمهم جدا ان هم يبقى عندهم الفكره ده طيب انا شايف اسئله كتير هحاول ارد على كله من عارف قعود هاو تو انكورج your امبلويز تو شير their نوليدج اند تو كيپ ذم اولويز موتيفيتد وذاوت ماني بص يا منى السؤال ده من اصعب الاسئله اللي يتجاوب عليها ولكن هقول لك اللي اشتغل معايا انا شخصيا في الشركات اللي كنت فيها هو ان يبقى فيه ستوكس يبقى حاسس ان هو عنده اسهم في الشركه فمعاه على الحلوه والمره الشركه كبرت هيبقى تمام الشركه وقعت هو هيتبهدل وصعب قوي ان حد يبقى كسير المال من غير ما يبقى عنده أكوتي غير الفلتات يعني رؤساء البنوك ورؤساء الشركات العملاقه بس أتكلم على الحاجات اللي حوالينا ففكره انه يبقى عنده ستوكس مفيده جدا الحاجه الثانيه معلش انا بشرب شويه بس صوتي يبقى احسن ال الحاجه الثانيه برضو اللي بتفرق قوي ان هو يبقى مؤمن بالبرودكت نفسه يعني احنا في حد جه يشتغل في حالا كان شغال في بلد بره مصر هو عايز يرجع مصر وعايز يدي الكل... يدي التالنت بتاعته في مصر الشركه بتخدم ال... القاعده العريضه من الشعب يعني فهو خلاص مؤمن بده جايب مرتب اقل, أقل اه وجايب سالري اقل اه ولكن هو شايف ان ده احسن له فيا اما فكر يا اما يبقى فكره كده يا اما اكوتي دول الحاجتين اللي انا متخيل ان هم هيبدلوا الفلوس دايما ايكوتي عشان هو راكب الاتوبيس خلاص مع الناس واخد حته من التورته زي ما بيقولوا والفكره ان هو مؤمن بالفكر ده فيقدر ان هو يستحمل ويدوس يعني مصطفى عويس لو عايز في ال 14 حلقه موجودين على الرايز بتاع مصطفى بالترتيب وفي بلاي ليست عليها ال 14 حلقه وهم هيعجبوك جدا فاتمنى انك تشوفهم كلهم طيب محمود يسري شغال شغل المقاولات في مصر في شركات كتير شغاله تدفع فلوس عشان تشيل الشغل من شركات تانية بغض النظر ما ده انا كنت بتكلم عليه محمود فكره ان الناس اللي بتتقاضى مبالغ بره شغلها يعني انا اتحطيت في الموقف ده بره مثلا كنت داخل اخد شغلانه بشركه من حد وطلب مبلغ معين طبعا انا رفضت قلت له مش هيحصل وخسرت الشغلانه ولكن كسبت احترام الناس اللي موجودين وكسبت شغلانه تانية من شركه تانية آه يعني في من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فانت لما بتسيب حاجه ومن ترك من ترك شيئا الله خيرا منه فبعيدا يعني عن الدين عشان ما نخشش في الدين هي بتتعوض والناس اللي بتاخد فلوس عن طريق زي ده انا بشوف ان هم بيأذوا نفسهم قبل ما بيأذوا الكائن اللي هم فيه بحاجات كتير جدا فانا ضد الفكر ده ومن وكان لازم اتكلم فيه بوضوح واسف لو حد هيزعل مني احمد فارس uh, <applause> how to encourage the top management to invest in the right people to make them grow and thrive uh, لا هم لازم يبقى هم اللي عايزين يعني ده من جوه لبره يعني لو انت مش مقتنع بيه مش هتعمله اصل مفيش سبب انك تعمله فلازم تبقى مقتنع بيه عشان تعمله في ايه داليا زايد طبعا استاذتنا كاستمر فيدباك ذا جولد ماين سبيشالي داير انجري بالظبط يعني حصل موقف في كريم مره كان في واحد اخذ رايد والسواق نام وهو ما عملوش حادثه يعني بس سواق نام ف الدنيا وكده فانا نزلت قابلته في مكان في الزمالك وقعدت معاه وسالته وقعدت شرحت له كده من كتر ما صعبت عليه عمل فيديو عمل ماركتنج لكريم فهي الفكره ان ساعات الواحد المتضايق ده لو اتبسط هيبقى احسن امباسدر للشركه طيب كريم حجاب ايه رايك في مشروع بيع مستلزمات المطاعم للمطاعم والكافيهات وهل نصيحتك ان ابقى وسيط بين الموردين بص انا مش مقتنع خالص انك تخش في سبلاي تشين في قطاع انا رايي انه متاثر جامد قوي دلوقتي قطاع المطاعم ولكن لو انت عندك ده كويس اتجه للكلاود كيتشن واتجه للدار كيتشن اعمل كيتشن واحد يسرف على كذا مطعم او يسرب على مطاعم في حتت هم ما عندهمش فيها فروع لان احنا شايفين الدليفري هو اللي شغال وفي وال... هيبقى في تيبل ديستنسنج الفتره الجايه يعني حتى لو المطاعم فتحت هتلاقي ان بيقعد ناس اقل على الترابيزه او المطعم لو بيشيل 100 هيشيل 20 او 30 فهيبقى في مشكله عند المطاعم الفتره الجايه فانا رايي ان انت ما تشتغلش في سبلاي تشين دي ولكن اشتغل في السبلاي تشين اللي هتشتغل وهي انك تورد كلاود كيتشنز او تفتح كلاود كيتشن او الدارك كيتشن بتاعك وجوجل شركه اسمها كيتوبي كي اي تي او بي اي موجودة في دبي دول بياخدوا المولات اللي مش شغالة بياخدوا الفود كورتس بتاعتها وبيقلبوها لشيرد كلاود كيتشن او شيرد دارك كيتشن وبيقطعوه ويأجروه للمطاعم وبيعملوا لهم السيرفيسز الدليفري والبي او اس والحاجات كويسة. دي شغالين كويس قوي عمر عبد العزيز السنوسي فرص البيزنس ديفلوبمنت ندور عليها فين في السوق شوف ايه القطاعات اللي طالعه وايه الستارت ابس او السكيل ابس اللي شغاله فيها واشتغل عليه واشتغل معاهم يعني أنا هقول لك بصراحة هم سبع تمن شركات اللي أنا بحبهم شخصيا اللي هم الستارت ابس اللي الناس فيهم محترمين وناس كويسين والقطاع بتاعهم كويس شوف أني قطاع من دول أنت بتفهم فيه أو تقدر تعمل فيه وقدم وميستر البيزنس ديفلوبمنت أن هو تقييمه سهل لو جاب فلوس هيكمل ما جاش فلوس هيمشي فما فيهاش جمايل يعني أبو ساجد أحمد محمد طيب لو المنظمة أو الشركة حجم تعاملاتها أصبح أكبر من قدرات الفريق محتاج رأي حضرتك بص يا فندم ده موجود في كل الستارت أبس ليه؟ لأن هي كل الستارت أبس كل 3 أربع شهور لو ماشية صح تبقى شركة جديدة. يعني إيه شركة جديدة؟ يعني ممكن تبقى في وقت في أوفر هايرنج ووقت في أندر هايرينج لو في أوفر هايرنج هتمشي الناس اللي مالهمش الفايدة دي أو تعيد استخدامهم داخل المنظومة. ولو الشغل أكتر دي ميزة اللي أنت هتوظف الناس الصح إن هم يشتغلوا. دايما زي دي ما بيقولوا أجود بروبلم تو هاف يعني لو أنت عندك ضغط أكتر من حجم الفريق حاول إن أنت تعين بسرعة بس تعين صح وهتكبر أحسن بكتير من العكس ما يبقى عندك فريق ما بيعملش حاجة وتضطر إن أنت تعيد الترتيب بتاعه. أحمد الشريف أنا محتاج أكون وكيل فحالا لبني سويف إحنا ما بنشتغلش بالوكلاء يا أحمد ولكن لو عايز تنضم لفريقنا ابعت لانفو دوت كوم او ابعت لي على نجاتي دوت وانا هشوف السي في بتاعك وابعته للشخص المسؤول أه عبد الرحمن يوسف يا باش مهندس ازاي اختار الموقع اللي هعمل فيه المشروع بتاعي أه انا مش قادر افهم اي سؤال لو هو موقع لوكيشن أه ده ريتيل فلازم ترجع للارقام والدراسات اللي موجوده اظن ده, الاجابه يعني. مشكور على شكرا يا احمد ربنا يخليك أه احمد محمد نقطة مهمة كنت في لايف عادل العدوي بحب عادل جدا وبحترمه جدا اتكلم عن الشركة لازم باك جراوند يكون قوي ويكون شغالين في شركات انترناشونال والا هتفشل بعد كده الاحترافية والحكر على مجتمع الاي سي كلام كبير قوي بص يا احمد بعيدا عن الكلام الكبير لا مفيش حكر على حاجة وانا ما قلتش كده انا اللي قلته ان الافضل ان هم يكون جايين من باك جراوند حاجات هم اشتغلوا فيها عشان يعرفوا وات نوت لكن ممكن يبقى معاهم ناس تانية لسه فراش جرادز من جامعات حكومية أو جامعات عادية أو جامعات خاصة أو حتى في ناس في حالة أصلا معاها شهادات وشغالين كويس جدا فيا ريت ما نروحش بس الكونكلوجنز لأن أنا كان قصدي واضح إن الناس تبقى فاهمة في القطاعات دي تيجي وتعلم ناس تانية في التيم بس مش معناها إن التيم كله لازم يبقى أي أو سي أو لازم كده لأن ده كلام مش مش بحب أخش فيه يعني طبعا إن التعليم يبقى أحسن ده ممكن يساعد بس مش معناها ان الناس اللي جايه من حتة تانيه مش هتعرف تعمل بالعكس ممكن يبقوا احسن. طيب. آه هاشم العمري انا دخلت متاخر شويه ممكن تعرف نفسك انا محمد ابو النجا هاشم آه مطور اعمال آه متخرج من هندسه الالكترونيات اشتغلت في مجموعه شركات منها فوري وكريم وحاليا آه شريك مؤسس في شركه حالا وعضو مجلس اداره بعض شركات التكنولوجيا وبحاول افيد. طيب. في اسئله تانية اسئله كتير قوي طيب احمد حمدي ازاي ابدا اتعلم بيزنس من البيت خلال الكورونا وبعدها ان شاء الله تنصحني ابدا كورسات ايه انصحك انك تتفرج على ال14 حلقه بتوع رايز اب بتوع الاي ليرنينج لان هم فعلا كويسين جدا ودايفيرس فيهم ناس من كل قطاع وانصحك ان انت تبتدي تدور تخش على لينكدين تعمل بروفايل بتاعك وتبتدي تدور وتقرا عن الشركات المختلفه في القطاعات وده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي وتذاكر كويس قوي الشركات من وتشوف انت عايز تخش في اي قطاع فيهم او عايز تبدا انهي بيز محمد ايهاب see سي بزنس ديفلوبر هاز ان اوبورتونيتي تو جيت involved ان هيلث كير سيتنج هوسبيتالز فور اكزامبل طبعا اي قطاع فيه بزنس ديفلوبمنت يعني يعني مجموعه زي مجموعه كيلوباترا اكيد فيها بزنس ديفلوبمنت مجموعه زي مج مجموعه مستشفيات زي مستشفى السلام وكده اكيد فيهم بزنس ديفلوبمنت بالعكس هو ده اللي هيخليهم في فتره زي دي هيبقى كريتيف وهيفكر بره الصندوق انه يقدر يعمل حاجات تخليهم يعرفوا يستحملوا الضغط فطبعا اه امير الطهطاوي ازيك يا امير ايه الاخبار؟ There should be policies and procedures in place for startups بالشكل اللي انا بقوله لك بشكل مبسط يعني بطريقه اللي هو اربع خمس نقط كلنا متفقين عليهم بنعملهم واربع خمس نقط متفقين ان احنا ما نعملهمش مش لازم تبقى لايحه ومطبوعه ومكتوبه وكده لا يعني مش لازم بالفكر اللي هو الكونزرفاتيف ولكن يعني الشركه من الشركات اللي انا بحبها جدا في الكالتشر هي روبوستا انا عضو مجلس اداره في روبوستا بقالي ثلاث سنين وبحب جدا حسين محي الدين وبحب الفريق جدا عندهم حاجه مختلفه يعني عندهم كالتشر مختلفه الكالتشر بتاعتهم ان كلنا هنعمل حاجة محترمة وكويسة وهنطلع برودكت نظيف ات اني كوست. فتلاقي ان كلهم تقابلهم في اي وقت ما شاء الله يا يعني ما شاء الله تلاقيهم مبسوطين وبيضحكوا وكله رغم ان هم بيتبهدلوا شغل ولكن الكالتشر بتاعت روبوستا از وان اوف ذا بوست هبقى كليشيه شوية روبوست اند اند بيرفكت كالتشر في الماركت في رايي المتواضع. ولما بقابل حد بلاقيه كده ينفع يبقى جوين روبوستا بروح مكلم حسين اقول له حسين الراجل ده قلبه ابيض وطيب ممكن يجي ويجوين معاك وشاطر. فا وود يعني يعني بصراحه مش عارف هم عملوها ازاي روبوستا شركه بقالها كتير بقالها تقريبا تسع سنين ونجحوا ان هم يعملوا ده فربنا يوفقهم وبحبهم جدا ومن احسن الكالتشرز الموجوده. وهم عاملين كده يا امير هم عندهم شويه حاجات يتكلم مع حسين تلاقي عنده الكالتشر في مخه. يقول لك ده وده وده بنعمله ده وده وده ما بنعملوش. كنا بنتكلم على الفي ار امبارح فقال لي يعني في بعض الاستغمات للفي ار شمال شويه فكان قلقان منها فده الفكر ده كالتشر اسلام احمد would you exit from a sustainable profitable company that almost same growth curve last three years؟ ده رايي يعني لو انت راجل بتاع فاينانس لا بس لو انت راجل بتاع بزنس ديفلوبمنت طبعا امشي يعني ماليش ان انا اقول لك بس يعني لو هي مش بتجرو وانت راجل بتاع جروث طب هتعمل ايه؟ لكن لو انت فاينانسير او اوبريشنز لا طبعا انت مهم جدا للشركه في الوقت ده عادل متولي عايز اعين بورد اوف ادفايزر ومش عارف لهم بنفيتس ازاي يا اكويتي يا فلوس يعني بني ادمين هيجوا بحاجتين يا اكويتي هياخدوا جزء من الشركه يا فلوس يا يعني اما لو انت بقى حاجه بتقدم حاجه للمجتمع زي جمعيه او حاجه مستشفى او كده ممكن يعملوها فور ذا جريتر جود بس عاده يا اكوتي يا فلوس واوفر ييرز عشان مهم قوي الادفايزر يبقى قاعد معاك مده كويس انك عايز تعمل بورد اوف ادفايزرز ده فكر كويس جدا وحاجه مبشره يعني انجينير طارق كامل وان كان اي فيل اي ستارت ماي برايفت بيزنس ومع ثلاث حاجات اساسيين لما تلاقي نيد في الماركت لما تلاقي تيم يقدر يكملك مفيش اوفرلاب بينك وبينهم ويبقى في فلوس لو في الثلاث حاجات دول توكل على الله مفيش حاجه منهم فكر محمد هنو ازاي اوصل لافضل مكان مناسب ليا في الشركه اللي هقدر اعمل فيه احسن انتاجيه مش شرط منصب مدير ممكن مكاني كمحاسب ادي فيه اكتر انت بص اول ما اشتغلت في فوري ربنا كرمني ان انا عملت رحت كذا اداره يعني. لغايه ما عرفت ان انا هعرف ابقى احسن في ايه هنصحك بدي حاول تقنع الناس اللي انت بتشتغل معاهم ان انت تجرب في كذا اداره لغايه ما تعرف المكان اللي انت عايزه والمكان اللي انت هتبقى كويس فيه داليا زايد عملت ريبلاي لأحمد نو اتس اباوت كومبتنسيز ا جود مانجرم بي ايبل تو سكرين جود كانديدات صح جدا من أهم الصفات يعني أنا 90% في من شغلانتي هي إن أنا بدور على ناس وأشوف يعملوا إيه وال في بشتغل كانت زمان 100% في شغل فضلت تقل الل. تقل أنا النهاردة بعمل عشرة في شغل وتسعين في المية أنا بدور على ناس وأشوف هيعملوا إيه وأتأكد إن هم مش هيخبطوا في بعض طبعا انا مش ناجح قوي فيها بس بتحسن يعني كل شويه بحاول اطور من نفسي فيها لانها جديده عليا انا طول عمري بشمر يعني طيب محمد سالم ايه اهم المواصفات والسمات اللي لازم تتوفر في حد يشتغل في تطوير البيزنس انه يبقى عنده ارقام عنده حس بالارقام عالي جدا انه يبقى بيقدر يتعلم من اللي حواليه ومن يبقى زي السفنجه كده ومن البلاد الاخرى الشبيهه اندونيسيا البرازيل الهند وات وانه يبقى تيم بلاير بيعرف يشتغل مع الفريق يعني طيب أه محمد يسري في ناس بتادبت مع بعض وحش فبتبقى الفلوس اهم من التعامل والله يا محمد يعني للاسف كلامك صح أه انا اعرف بعض الناس قاعده في مكانها بس لمجرد انها بتقبض كويس قوي أه واحنا كلنا عدى علينا الفترات دي وده مش عيب لان الاحتياج مهم بيتك مهم وتلاجتك مهم يعني تبقى مليانه ف انا عارف ده كويس ولكن انا بشوف ان ده temporary سولوشن المستحيل يستمر لان انت لو بتاخد فلوس لو ساكت يعني لو انت ساكت دلوقتي ومستحمل مكان انت مش حابه عشان الفلوس اول ما يجيلك فلوس هتسيبه تمشي لكن لو انت شغال في مكان عشان انت مؤمن بالمكان ومش فارق لك الفلوس حتى لو مشيت هتبقى ادفايزر هتبقى بارتنر هتبقى حاجه مش هتسيبه خلاص يوسف الورداني ام لوكينج وذ ام وركينج وذ بلو كولرز اند از يو نو ذا مايند سيتس سو ديفيكلت وات شود اي دو والله يوسف كلنا يعني عندنا الموضوع ده بس هي كل الناس دماغها صعبه تتغير بالعكس انت ممكن لو حد متنور اكتر يبقى اصعب انه يتغير من حد اقل تنويرا ولكن اللي انا هقوله لك ان لو خلقت حاجة أو فكر هما يمشوا وراه وربنا جعلك سبب أو جعل شركتك سبب إنها مصدر رزق كويس ومستديم ليهم ده الكالتشر المطلوب إن هما يثقوا في الجنيه بتاعك إنه إن هيفضل يجي ويثقوا في العلم أو الحاجة اللي بيتعلموها منك ويبقى فيها هيراركي تقدر ترقيهم يعني مثلا كنا في كريم بناخد السواقين نخليهم سوبر كابتنز تخليهم سواقين أكبر ويديروا سواقين تانيين فحالا بنعمل ده برضو عندنا كذا سواق بقى مدير منطقة وفي منهم بقى مديرين لما أحس إن هو ممكن يترقى ويحس ان الف... الشركه دي رايحه على حته كويسه ويحس ان انت بتديله فلوس وبتدي له حقه لا اكتر ولا اقل خلي بالك لا اكتر ولا اقل دي مهمه قوي لان الاكتر ممكن يعمل نفس الاوتكم بتاع الاقل في بعض الاحيان ياسمين مدحت وان تو تيك نيجاتيف كاستمر فيدباك سيريسلي نوينج ذات ماني اوف ذم ابيوز اند يوز نيجاتيف فيدباك تو جينس بس فيك والله ياسمين ده حقيقي كتير جدا بشوف على فيسبوك ناس بتشتم في شركات ببقى حاسس كده الله اعلم بالنوايا بس ساعات ببقى حاسس ان هو عايز يعني ياخد هديه او ياخد حاجه او كده ولكن انا بالنسبه لي لما حد بيشتم في حالا بكلمه في التليفون او بخلي حد يكلمه في التليفون وبفهم الموضوع وبنحاول نتعامل معاه لما ايام برضو كريم كنا بنكلم الناس وبنقابل الناس اللي متضايقه وبنحاول نتعامل معاه بس الله اعلم بالنوايا وهيفضل في ناس بتستفيد من ده ومش هتخلص يعني احمد سامي يو ثينك از سيلز بيرسون وي كان سيل ريكروتمنت ايفنتس ذس يير اشك يا احمد بصراحه مش عارف امتى يبقى الايفنتس هتفتح تاني كنت بتكلم امبارح مع حسين بشوف بقول له هيحصل صامتس السنه دي قال لي ما اعرفش كنت بتكلم برضه مع عبود عبد الحميد شرار رايز اب قال لي ما اعرفش فانا مش عارف ولكن اكيد الناس هتبقى مور كرييتيف انا شفت ايفنتس هيعملوا لايف ايفنتس فاي ثينك انت فكر في الحاجات اللايف اكتر والحاجات اللي فيها كله خلاص بقى بيتقابل على زي ما بيقولوا السايبر سبيس يعني حتى بقى استشارات طبيه كتير جدا بتتعمل على الموضوع ده وبقى انترفيوز وكله في احنا في حالا حصل اربع جويننج الاسبوع اللي فات معظمهم كانوا فيرتشوال فلازم تفكر في طرق كرييتيف ان الايفنت يبقى فيرتشوال لان الموضوع شكله مطول شويه والله اعلم طيب ناصر السروي كان وي نو يور فيجن فور حالا هي موضوع بسيط احنا بنحاول نعمل سوبر اب سوبر اب يعني ابلكيشن بتعمل حاجات كتيره الحاجات دي ممكن ما تبقاش ليها دعوه ببعض فتحس ايه ده هم ليه بيبيعوا برودكتس وفي نفس الوقت بيوصلوا وفي نفس الوقت بينقلوا وفي نفس الوقت بي... ممكن تدفع فواتير وفي نفس الوقت مش متبقاش فاهم بس هي الفكره ان انت بتروح لزبون خلاص الزبون ده نزل الابلكيشن بتاعك او سائق او مقدم خدمه خلاص نزل الابلكيشن بتاعك وبتحاول ان انت تخلق البلاتفورم الكبير اللي فيه شويه ناس بتعمل منه فلوس وشويه ناس بتاخد منه خدمه وفي الاخر خالص كلنا هنتحول لفينتك يعني هنتحول كل الشركات دي في رايي المتواضع هتبقى فورمز اوف فاينانشال تكنولوجيز من انجلز مختلفه يعني وركب عليها او ركب تحتيها او فوقيها قطاعات مختلفه فحالا شوت بي ذا سوبر اب للناس اللي ما عندهاش اكسس للسيرفيس ده مش لازم يبقى طبقه اقل او اعلى ممكن حد غني جدا يستعمل حالا ممكن حد وسط يستعمل حالا ممكن حد فقير يستعمل حالا في نفس السيرفيس الفكره ان السيرفيس يبقى مظبوط سعره كويس ترانسبيرنت برايسنج آه معمول صح تكنولوجي كويسه الاوبريشنز كويسه فهي سوبر اب فور السيجمنت اللي احنا آه بنحاول نوصل له يعني وحاليا عندنا فور فيرتيكلز وموجودين في حوالي 42 مدينه اظن طيب آه في هنا محمد بشير السيد آه how to maintain team harmony سؤال صعب جدا جدا يا محمد كان في كريم بيبقى عندنا اول هاندز كل يوم خميس بيطلع فيه الفاوندرز يتكلموا ويحاولوا يخلوا الناس تتعامل مع بعض وكان بيفرق اظن الكوميونيكيشن مهم جدا الناس تتكلم مع بعض كتير وان الناس تبقى عندها الكمفرق. ان هما بيواجهوا بعض واحد زعلان من واحد بقول لك انا مش طايقك وش كده ليه عشان كلمه مش طايقك دي خلاص هو رمى اللي جواه فلما ييجوا يتعاملوا في حاجه تانية مش هيحس ان هو شايل منه ودي بتبقى مهمه قوي فالهارموني او, أو يعني مش عارف بقى بالعربي اسمها ايه يعني هتبقى لازم تبقى فكر في الشركه كلها وفكر موجود مستمر يعني احنا عندنا خمس دقائق فهاخد سؤالين احمد خالد انا عايز اشتغل معاكو حسب فين بس ابعت لي على ايميلي نجاتي اتحالا وشوف لو انا في حالا حاضر لو في شركه من الشركات اللي انا في مجلس ادارتها هبعت وبعت في التايتل انه انك تبع الفيديو بتاع رايز اب يعني. طيب احمد راضي لو حصل اكزت للفاوندرز والشركه اتباعت وحققت ارقام كبيره هل الموظفين قدام ممكن يبقى ليهم ارباح؟ طبعا يا احمد ده حصل في كريم كلنا كان عندنا بعض الاسهم وكلنا كان لينا بعض الارباح طبعا الفاوندرز بيبقى عندهم اكتر ولكن كلنا كان عندنا بعض الارباح أه وانا بشجع جدا ان يبقى الناس اللي بتشتغل اللي دخل راحت الشركه من بدري والناس اللي بتشتغل أه في مناصب مهمه في الشركه كلهم يبقى عندهم ستوكس حتى لو بسيطه وتبقى اوفر وقت يقدروا يدفعوا فلوس يدفعوا ما يقدروش يدفعوا فلوس ياخدوها بالشغل بس لازم عندهم ستوكس لانها بتفرق جدا يعني. احمد سامي بيرسونال براندنج ويل بي ا برودكت ان ذا نيكست دايز از ذا طبعا يا احمد الكلمه دي عظيمه. البيرسونال براندنج مهم جدا وفي كذا حد من صحابي ابتدوا يعملوا ماسترز في البيرسونال براندنج زي مروان جبريل مثلا ان هم يعملوا ده للناس ان هو ياخد الناس ويدربها يعمل لهم بيرسونال براندنج فمهم جدا وهيفرق جدا في كل حاجه مش بس في الستارت ابس يعني في كل المجالات مهم جدا ممكن واحد البيرسونال براند بتاعه احسن من الثاني يتسعر اغلى وده مش غلط يعني ده مش غلط بس المهم يبقى في محتوى ورا البيرسونال براند بحيث لو حد دفع فلوس في الشخص ده ما يحسش انه دفع فلوس وخلاص يبقى فيه يعني حاجه وراه محتوى وراه قريب من البراند ما يبقاش براندد قوي وما فيش حاجه وما يبقاش هو اندر ريتد قوي المهم يبقى في النص يعني طيب هناخد اخر سؤالين احمد سامي برضو what do you think of big names that has no marketing departments and sell only والله احمد بعشق الشركات دي مش هقدر اخبي يعني بعشق الشركات اللي بتعرف تبيع من غير ما تسوق ان هي خلاص انت عارف ان البرودكت الكذا ده زي انتال مثلا انا بشوف ان دي شركه عبقريه جدا انت كلنا بنستعملها من غير ما نشتري لان الناس كلها وثقت فيها فحطوا البرودكت بتاعتهم او زي دولبي مثلا بتوع كنت قعدت مع حد من, من الشركه دي من سنه فكرة عبقرية انت بتشوف لوجو دول ده مش عارف انت دفعت فلوس ان دايركت اللي فيه في السينما او في التلفزيون او في اي حتة دي عبقرية يعني فعلا الشركات دي عبقرية يعني فطبعا دي من اعظم الشركات يعني بيسموها بي تو بي تو سي يعني محمود النسر عايز ابدأ دراسة ريادة الاعمال ابدأ ازاي هقول لك برضو شوف الكورس بتاع رايز اب هيفيدك جدا وشوف ال 14 حلقه كلهم و... وتابع صفحه رايز اب وصفحتنا كلنا كل واحد فينا بيحاول يفيد بطريقته يعني. طيب اخر سؤال حسن يوسف آه بتتكلم كتير عن كلاود كيتشن تقصد بيها ايه؟ بص يا حسن في البلاد اللي زي مصر اللي هي فيها فكره الدليفري مش بلاد اوروبيه ما فيهاش فكره الدليفري او خليجيه ما فيهاش فكره الديليفري. احنا عندنا دليفري. فمشكله ايه؟ مشكله ان الريل غالي جدا، ايجار سعر المتر في المولات بشوفه عالي جدا 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 وسعر المتر في الشوارع الرئيسية عالي جدا، فالكلاود كيتشن ده هيبقى مكان مساحة مثلا هنقول 100 متر، 100 متر دول هيبقى فيهم مطاعم 10 10 شركات. مثلا واحد بتاع برجر، واحد بتاع بيتزا، واحد بتاع فطير وات أنت بتطلب سواء بأب أو بالتليفون من مثلا وات حسن برجر. حسن برجر ده ملوش وجود حسن برجر ده واخد 10 متر في الكلاود كيتشن اللي في في, في, في مصر الجديد فبيطلع لك الاوردر بالراسي بتاعت حسن كيتشن بالدليفري بقى ايا يعني كان اوبر ايتس حالا وات ايفر وبيجي لك على البيت انت ما بتبقاش عارف هو جه منين وتش ذا كيس فينا كلنا دلوقتي انت مش عارف ال... ال... الاكل اللي انت بتاكله ده جالك منين فالكلاود كيتشن بيلافرج فكره السعر العالي بتاع الايجار ان هو بيقطع الايجار على 10 12 واحد وبيروح اماكن مش لازم تبقى غاليه ما هو انت بتطلبه في التليفون او بتطلبه من اب مش لازم تشوفه مفيش امبلس باين زي ما بيقولوا يعني فالكلاود كيتشن هو بيبقى مكان متقسم لكذا حد كلهم بيدليفروا للناس كل واحد بالباكجينج والريسبيز بتاعته ولكن بيقسموا الايجار مع بعض عشان ما يدفعوش مثلا بدل ما يدفع 100000 هيدفع 10000 جنيه مثلا فهيدفع عشر القيمه اللي كان المفروض يدفعها لان هو مش محتاج ال 100 متر هو محتاج 10 متر مثلا فده فكره الكلاود كيتشن وموجود جوجل شركه اسمها كيتوبي كي اي تي او بي اي في دبي قويه جدا وفي شركه عملها ترافيس اللي هو السي او القديم بتاع اوبر برضه بتعمل كلاود كيتشنز اخر حاجه هتكلم عليها برضه أه قبل ما نقفل ان الشركات مهمه جدا يبقى عندها سي اس ار ار حتى لو صغير سي اس ار ار يعني مسؤوليه مجتمعيه مش عشان تعمل بيها منظر او عشان تعمل بي ار بي ار بالعكس انت لازم تساعد المجتمع اللي انت فيه زي ما انت بتستفيد منه فلازم كل شركه لو الشركه بادجت بتاعها 100 جنيه لازم يطلعوا وات ايفر منه ان يبقى في سي اس ار بادجت المسؤوليه المجتمعيه ده لازم ده جزء مهم جدا من الكالتشر او من ثقافه الشركات وملوش دعوه بالحجم ممكن شركه يبقى عندها 100 جنيه وممكن شركه يبقى عندها نص جنيه نص جنيه هيساعد وال100 جنيه هيساعد والمسؤوليه المجتمعيه يفضل انها تبقى في القطاع بتاعها فده برضو جزء كنت عايز اقوله في حته ثقافه الشركه وازاي تخلق ثقافه مستدامه بس كنت نسيت اقوله في الاول فقلته في الاخر طيب انا بشكر الناس كلها اللي دخلت على اللايف احنا خلصنا وبشكر كل الناس اللي سالت وبشكر كل الانتربرنرز او رواد الاعمال اللي شاركوا في الكورس ده وبشكر عبد الحميد شراره وفريق رايز اب اللي ساعدوني وان شاء الله الحلقات كلها موجوده على صفحه رايز اب وانا بعمل لهم شير على طول وموجوده على اليوتيوب بتاع رايز اب احنا قدمنا حوالي تقريبا 14 ساعة أو اكتر من 14 ساعة في سيارات ريادة الأعمال اللي شافهم حوالي تقريبا إن شاء الله بإذن الله على بكرة ندخلنا دخلنا على 700 ألف توتل مشاهدة بشكر الناس اللي بتتفرج بشكر الناس اللي عملت شير الستاتس بتاعي في الأول وبشكر الفريق اللي عمل المنهج وربنا يكرم وإن شاء الله نعدي من الموضوع الكورونا ده سالمين آمنين ونبقى أقوى الأول شكرا